وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 88 لسنة 2024 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025، وقدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 بمبلغ 5 تريليونات و541 مليارا و394 مليونا و196 ألف جنيه. كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ وقدره 2,692,190,090,000 جنيه. نشر القانون في الجريدة الرسمية.